الخير، مرحبا في هذه الحلقة الثالثة من خط أحمر. ضيفنا في هذه الحلقة هو سليم شيبو، اللي عنده عديد الألقاب وهو يحب الألقاب. هو سهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، هو زوج كبرى بناته، هو أول من دخل في منظومة التداخل بين الدولة والبزنس العائلي، وأول عناصر عائلة بن علي اللي غادروا البلاد بين الثورة، هو أول أفراد عائلة بن علي الفريد اللي زاد هو قرر العودة إلى تونس وتسليم نفسه إلى العدالة، هو أول أفراد عائلة بن علي اللي تقدم بمطلب صلح في إطار مسار العدالة الانتقالية، هو أول واحد تطلب منه وتطلب منه الدولة 1120 مليار من المليمات، فهل يقبل ويدفع؟ ضيفنا سليم شيبوب، مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا في خط أحمر سليم شيبوب. باش نحكيو في كل هذه النقاط، باش نرجعو نبربشو شوية التالي، باش نحكيلك على شوية من نوادرك خاصة في الكورة في إفريقيا، بعد شوية في تيلة هذه الحلقة. نبداو بسؤال أول اللي هو اسأل نفسك. سليم شيبوب، شنو تحب تسأل روحك؟ نسأل روحي كيفاش باش الشعب التونسي يتصالح مع نفسه ويتصالح مع ذاته. يتصالح مع نفسه ويتصالح مع ذاته، المصالحة شاملة إذن في الجزء الأخير من خط أحمر. نهار الاثنين خرج الخبر الاثنين اللي فات أنه المكلف العام بنزاعة الدولة يطالبك بمبلغ 1120 مليار من المليمات، منهم 750 مليار تعويض للدولة على الضرر المعنوي. ولهنا يمكن صورة وسمعة الدولة التونسية اللي تضرت من جراء ما قام به سليم شيبوب من إساءة إلى صورة تونس، وتونجيو لهذا باش تدفع 1120 مليار. أول حاجة لو نرجع للمقدمة بتاعك سي أبو بكر، قلت أول سهر لرئيس الدولة وأول من قام بأفعال مشينة في حق الدولة. ماذا بي نعرف شنية الأفعال المشينة؟ ما قلتش كلمة مشينة، أنا قلت يعني من خلط البزنس ومالي ومال الدولة. لا لا، مالي ومال الدولة. هل أنا بالفعل كما أشيع لدى القضاء الأوروبي أني أنا أشتغل في الدولة التونسية؟ الخلط بين الدولة ومالي ومال الدولة. أنت سهر الرئيس. لا لا، سهر الرئيس ما يخو، مانيش في الدولة، أنا سهر الرئيس عائليا، أنا ما نخدمش في الدولة. مال اليوم على شنو قاعد تعتذر يا سيدي مشيبوب؟ لا لا، شو نعتذر؟ شو نعتذر؟ على شنو أنت قاعد تتحاسب ومشيت قدمت باعتذار؟ لا لا، ترى قبل ما نتحاسب أنا مجيت القضاء. إيه، ومن بعد مشيت تعتذر على شنو؟ احنا وتعرف سي أبو بكر، مش باش نذكرك باللي صار نهار 14 جانفي، بلاد كامل طاحت، نظام كامل انهار، القضاء يعتمد انذاك على ما يجي في الفيسبوك، ويعتمد على ما يجي في الصحافة وتحقيق في كل المكاتب. ما ننساوش الفترة هذيك، توا احنا في بيريود دو سيرينيتي، والقضاء معناها خذا استقلاليته على ضغط الشارع، وخذا استقلاليته على ضغط الإعلام، وقاعدين نقدم. إذن أنا ما يلزمش يكون هنالك خلط، أنا مانيش في الدولة، أنا لم أنتمي إلى منظومة الدولة. صحيح عائليا ما يمنعنيش باش يكون راجل أعمال، هذا اللي حبيت نقوله لك. ومن بعد تو نشوفوا شنو اللي قمت به وشنو اللي ما قمتش به. باهي، سؤالي كان هل باش تدفع 1120 مليار من المليمات لتعويض الدولة على ضرر أموال اللي نروا مؤخذيتهم، اللي هو حقيقة الأموال اللي قدرتها قدر المكلف العام لزاعة الدولة، وتعويض معنوي ب 750 مليار. طيب،
احنا ثلاثة أطراف: المكلف العام بنزاعات الدولة، طالب الصلح، وهيئة الحقيقة والكرامة. ما هيش طرف؟ الله، ما هيش طرف؟ طرف تحكيمي. طرف تحكيمي؟ كيف مش طرف؟ اي طرف تحكيمي، هو 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 وسيط في هذا في العلاقة. اي طرف تحكيمي. باه، احنا سيتون تريانجولاسيون. باه، اي باه، احنا امضينا على وثيقة يوم 4 ولا 6 مايو 2016، يوم 5 مايو 2016. 5 و 16. المفروض حسب القانون الداخلي للعدالة الانتقالية أن نغلق كل الملفات في 5 أوت 2016. بعد 3 شهور. 3 شهور. باي، فاتت الأجال سيدي، فاتت الأجال مرة واثنين، وتم تعديل النظام الداخلي، وأربعة وخمسة، والسؤال ما هو السبب؟ أنه المكلف العام بزاعة الدولة قاعد يبت ويبحث. لا متغير، لا متغير، متغير. معناه أنا كي ما نجيش عندي تعلّا نقول للعدالة الانتقالية راني قاعد نبت ونبحث، هو ما جاناش. احنا مجبرين على القيام بجلسات صلحية. جلسات صلحية هذه شو مطلوب منك تقدم فيها الجلسات الصلحية هذه؟ عنا قضايا مطروحة في القضاء، عنا القضايا وعنا شبهات مازال ما توصلش فيها القضاء. هو باش يجيب الحجة يقول أنا عندي ضرر من تلك العمليات، وأنا يا نستعرف بالدليل القاطع وإلا نعطي ما يفيد عكس ذلك. على كل، اتفقنا من جديد. أتو نجيك للتفاصيل هذه. أي تفضل، أي تفضل، تفضل. اتفقتوا من جديد؟ أي اتفقنا من جديد أنه يوم الثلاثاء في أول أسبوع من شهر أفريل باش نبداو جلسات صلحية أعدادها 5، للاتصال، للتوصل، للطلبات. الأسبوع الأول ما جاش المكلف العام لنزاعات الدولة، الأسبوع الثاني جاء في شخص من ينوبه وقال سامحوني راني ماني جاهز، تحب التأخير؟ اتفقنا على أنه باش يكون آخر تأخير. بما أن صارت الجلسة يوم الثلاثاء الماضي، جلسة فعلية، صارت جلسة. خليني نوصل لك. باهي، اتفقنا باش تكون هذيك آخر جلسة لأن الوقت ماديا ما عادش كافي، لأن لجنة الحقيقة والكرامة، هيئة الحقيقة والكرامة المفروض تنتهي أعمالها في نهاية ماي. احنا روحنا وهو مشى لمكتب الضبط وأودع الطلبات متاعه. إذن هذه طلبات هو قام بها، ما ناقشناهاش الطلبات هذه، ما صارش نقاشها. أي جات في مبلغ 385 مليون دينار و 750 مليون ولا 775 بمعنى يعني الضرر المعنوي. عملنا جلسة البارح وتسألنا وسألناه وجاوبنا واتفقنا باش ناخذ الملفات أول بأول ونعاودوا نحكيوا فيهم، وهو يجيب الأدلة متاعه وأنا أجيب الأدلة متاعي. وهذا ما هو باش يقع الأسبوع الفارض، بما أنه وعد البارح باش يقدم الأدلة متاعه، واليوم حوالي ساعة 5 بعث ملف فيه الأدلة وخذيناه من عنده، وإن شاء الله باش تدرسوه، وفي الجلسة القادمة باش نرجعوا للحوار الصحيح. 1120 مليار هذوما هما حسب معلوماتي ومعلوماتي ثابتة، أنه هي القضايا في الصفقات الثابتة عند قاضي التحقيق في تونس، وما فما حتى قضية في الخارج. معناها القضايا هذوما اللي 1120 من 750 مليار تعويض هما قضايا في تونس، أي بدون شك، ما عندهم حتى علاقة بأي قضايا خارج تونس. باهي، اللي أنت كنت صرحت أنه
معناها ما فما قضايا في الخارج والدوله التونسيه ما تضرتش منهم وكذا، دونك لا لا باش تبدا باش تبدا الصوره واضحه. لا 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 صارت عليها اختبارات قانونيه. لا لا الاختبارات الفاتية انا صارت عليها اختبارات قانونيه. الاختبارات بتاع القضايا هذه المطروحه اليوم الفاتية انا جلها الفاتية انا، وثم ثلاثه ولا اربع قضايا ماهيش على ماهيش لي انا، هنالك خلط والاختبارات موجوده وما تحصلش عليها. هو بناء على اعترافاتك لدى قاضي التحقيق تو هكا تو انا اقول لك الاختبارات هذه طلعت قبل شهر قبل شهرين وما تحصلش عليها، وعدناه اللي باش نعطيوها له في الاجتماع القادم، ولجنه الحقيقه والكرامه عندها منها نسخه. هما كيفاش حسبوا؟ حسبوا انه تاخذ في 10% على عمولات مثلا 10% عمولات مثلا مثلا حسبوا جمله طيب. ليزوبيراسيون اللي صاروا هذوما ايه؟ اللي انت خديت فيهم عمولات ايه؟ اللي لقاوك اقل حاجه تاخذ 7-8% في من عمولات في الصفقات اللي انت كنت وصيت فيهم ايه؟ هذاش لقاو عملوا الحساب عملوا حساب هما لقاوا 10% و7% يبدو لي هذه المعطيات معطيات غالطه ومغالطه للراي العام وعقودي موجوده، والاتحاد الاوروبي ما يقبلش بعموله اكثر من 5%. ثم لو سي دي او كي بلافون لي كوميسيون يا اخي، شبيه هي صفقه نتاع غنم شو 10% اقل حاجه 7% مثلا مش صحيح. سي لو كان جاء القانون يسمح لي راني جبت لك العقود نتاعي الكل حطيتها لك هوني، غير البارح في الاجتماع اتفقنا مع هيئه الحقيقه والكرامه باش حتى حد ما يخرج حتى وثيقه. هما حطوا 10% لكل شيء، وحطوا 10% القضايا ما تهمش حتى الدولة، وحطوا 10% الأشخاص عملت صفقات وهما يسخايلوا سليم شيبو. يا أخي شنو القصة مالها هي؟ علاش احنا قلت لك ما احنا ما تقابلناش وما تقارعناش وما قدمناش الحجة؟ لو أنت مطالب تقدم الحجة، أنت مشيت لهيئة الحقيقة والكرامة وطلبت الصلح، من يطلب الصلح عليه الإثبات من يقدم كل الدعاء. من يطلب الصلح؟ الدولة طالبة الصلح معايا وأمضينا في نفس الوثيقة. أنت طلبت الصلح مع الدولة يا حبيب الله. يا حبيب الله الدولة طالبة معايا الصلح، أنا الوحيد اللي الدولة أمضات معايا وثيقة، وصبت الدولة يوم 15 جوان 2016 685 مطلب صلح. الدولة كذلك صبت طالبة صلح. وانت طلبت من الدولة الصلح؟ يا أخي انكرت أنا، أنا أقول لك الدولة طالبة معايا وأنت تقول لي أنت طلبت. إيه طلبنا مع بعض. أنت طلبت صلح. إذا اللي يطلب الصلح يلزمنا نتناقشوا مع لا سمعني خلينا نتناقشوا نعطيك رأي. اللي يطلب الصلح عليه أن يثبت أولا، خلينا نرجع حتى للشكليات، خلينا نرجع حتى خلينا الناس تفهم تفرجوا فين يفهم. في مطلب الصلح حسب من نصاري الفصل 46 من قانون العدالة الانتقالية فقرة 2، إذا لم تحترم كلها يلزم الاعتراف اولا بما اذا كان ما اعترفتش معناها ما تمش احترامها بكلها فيسقط وما عادش عندها قيمه. لازمك تعترف اولا بما اقترفته كليا وكتابيا، لازمك تعترف بكل شيء عملته كتابيا. اذا انت اعترفت كتابيا فالمكلف العام بنزاعات الدوله ضروره يعرف انت باش اعترفت. طيب دونك لحظه، شرط 2 هو الاعتذار المكتوب، لابد طيب. أن سيد سيمشو طيب. شبوب يعتذر الاعتذار المكتوب والصريح طيب. على ما اقترفه. أنت عملت نوع من الاعتذار مشترط، ذكر مليح، قلت كان غلط بدون شك، كان غلط نعتذر كان غلط. به ثلاث، لازمك تبين الوقائع وتعطي رابعا قيمة الفائدة المحققة من ذلك بدقة وبالرقم مع شكون؟ مع التحقيق والكلام. طيب. وهي تمد بها في ملف الصلح، يجي يطلع عليها المكلف العام بنزاعات الدولة ويكون الطلب خامسا ويكون الطلب خامسا مرفوق بالمؤيدات اللي تضبط صحة أقوال طالب الصلح. طيب مش المكلف طيب. العام بنزاعات الدولة طيب. وأنا نقول لك سيستم شيبوب أنه هذا لم يحصل في ملف طلب الصلح متاعك. هذا لم يحصل، هذا القانون هذا ما يحصلش، لم يحصل. كيفاش ما حصلش؟ هذا لم يحترم طلب الصلح هذه الإجراءات كاملة، ونتحدى هيئة الحقيقة والكرامة أن تخرج ملف
فيها هذا المضمون كاملا وهي شروط كاملة كاملة. وهي الحقيقة والكرامة قالت لك أنا ما نخرجش، هذه أمور أمضينا فيها مع طالب الصلح عندي موجودة. قمت بالمراحل هذه الكل تسليم؟ نعم نعم. قدمت قديش خذيت من أموال بطريقة غير قانونية؟ ما هو هذا هو تو الموضوع سي بوبكر. الأموال اللي بغير طريقة قانونية وقانون المصالحة يجبر الأطراف، علاش يجبرنا باش نقعدوا في جلسات صلحية؟ أنا نقول أنا العملية هذه عملتها وما فيهاش ضرر للدولة، وانت تقول لا هذه أنا كدولة ضريت فيها بنسبة كذا. لأن القضايا اللي مطروحة 7 سنوات بعد مطاح النظام وما قدرش القضاء يبت فيها، ثم إنابات ما رجعتش، ثم إنابات رجعت، مشينا للاختبارات والاختبارات قاعدة تطيح كل يوم. تحبني أنا نعترف على حاجة أنت تهمني بها وأنا ما عملتهاش؟ إذا أنت علاش مشيت طالب الصلح يا سي سليم؟ علاش طالب الصلح؟ سي بو أنا علاش مشيت طالب الصلح؟ لا سي بو لا دخلت بعضي معناها. أنت إي علاش مشيت طالب الصلح؟ سمحت مش أنا دخلت أنا علاش مشيت طالب الصلح؟ هات نقول لك علاش مشيت طالب الصلح وقلته ويظهر لي معناها لا لو كونتكست توا اللي فهمته أنا أنه أنت ريت أنه فما بطء في الفصل في القضايا في القضاء العادي في القضاء العدلي العادي في القضاء المالي العادي. لا ما ثماش كان بطء. لا شوف شنو اللي فهم هات نقول لك شنو اللي فهم. أنا جيت من تلقاء نفسي وشفت قضاة تحقيق في أول يوم وصلت إيش كان يقول الإعلام لما كنت أنا في الزنزانة متاع قصر العدالة، وكل مرة يأخذوني المكتب قاضي تحقيق الإعلام 9 مرات. نعم سيدي 9 مرات وقفت فقال النهار الأولاني حوالي هكاك يعني. لا لا معناها 9 مرات وقفت قدام قاضي التحقيق منذ وصولك إلى خروجك من السجن. لا 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 نهار الاولاني شو يقولوا؟ يقولوا القضاء مسخر لسليم شيبو. تو انا جيت وجيت من غير جواز سفر وجيت من غير حتى وثيقه سفر، ما حبونيش نروح لتونس. مع ذلك انا استثقت القضاء التونسي وجيت قدمت روحي، اعتبرت انه حان الوقت وهديت الخواطر وهديت الانفس، ايش بي انا نجي ونتحمل. تم إيقافي في آخر معناها زيارة لقاضي التحقيق، تم إيقافي على قضية خرج فيها اختبار. قبل شهر كلمني قاضي التحقيق المكتب الأول ومد لي الاختبار. القضية اللي تم إيقافي فيها الدولة لم تكن فيها طرفا، مع العلم أن قاضي التحقيق أطلق سراحي 7 مرات في 7 مناسبات أو 6 مناسبات باش ما نكثرش عليكم، وما نجمتش نخرج. علاش ما نجمتش تخرج؟ ما خرجتش. شو علاش ما نجمتش نخرج؟ ثم ناس بقرار سياسي؟ يا حبيبي ما تدخلنيش في نسأل فيك؟ لا 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 ما تتكلم على أنت على لسانك سي أبو بكر وأنا أتكلم على لساني. هاي نسأل فيك. شوف ثم ناس قبلي أنا وفات الأجال نتاع الإيقاف التحفظي بعد التمديد في مناسبتين، مع العلم أن الإيقاف التحفظي استثناء والتمديد في الإيقاف التحفظي في مناسبتين 2 ب4 أشهر استثناء الاستثناء، وما خرجوش هذاك وما خرجوش. أنا بظهري خرجت باه أنا بظهري خرجت باه، وعندي 6 أو 7 قضايا مماثلة شبهة. قعدت نفكر يا سي سليم شيبوب ربي بالله. سؤال إذا أنت متأكد أنك بريء وأنه القضاء سيفصل لصالحك، شكون قال لك؟ هاك تم إطلاق سراحك. سامحني وقعد لحظة. إذا أنت متأكد وتقول راهو الاختبارات لصالحي والثمانية قضايا هي شبهة،
وكذا ولا ما تم اثبات حد شيء وانا ما خذيت حد شيء من عند الدوله ما خذيت شيء من عند الدوله بيتم شيء علاش ماشي الهيئه الحقيقه والكلام علاش ما قعدتش في القضاء العدلي يعني فهم فيك انا نقول لك في القضاء العدلي قعدت ضربت 420 يا لور اما غيرك ضرب 10 سنين بارك الله فيك تعمل منهم نهير انت اي فما غيرك قعد 10 سنين لا مش خاطر غيرك فما ناس للتو للتو من الثوره لليوم تتعدى القضايا لا سي ابو بكر مش هكا الحوار مش خاطر غيري عمل حبس زمني انا نقبل الحبس لا لا مش حبس لا 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 فما شكون اليوم خارج لا لا مش في الحبس ثم وعنده قضايا مازالت موجوده ثم ان جران بيناليست فرونسي نسيت اسمه قال 24 اور دو بريزون سا ديتروي ان اتر هومان وان شاء الله ما تشوفش انت ساعه حبس انا ضربت 420 يوم و 420 يوم كل راس شهر قاضي تحقيق اللي وقفني يسيبني ويقولوا لي لم دبشك باش تروح وما روحش ومحكمة التعقيب نفس الشيء طلبت النقض والإحالة وما خرجتش إذن علاش هو ساعة خلينا نفهموا الناس مفهوم العدالة الانتقالية لشكون معمول لسليم شيبوب وما ما 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 العدالة الانتقالية علاش تعملت مدلة العدالة لمن لمن اقترف أبدا لا 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 العدالة الانتقالية من انتهك شيء عاد لا لا خليني نتكلم أنا نعطي تفسيري وأنت عمل تفسير بعد فترة العدالة الانتقالية وين تعملت تعملت في البلدان اللي يعرفوا تغيير فجئي ان شانجمون بروتال اي رابيد تلقى معناها المؤسسات اللي باش تحكم واللي باش تفصل هي نفس المؤسسات اللي كانوا يتحكموا فيها الناس هذيك صار في المغرب صار في الارجنتين صار في الافريك دو سود تعملت العداله الانتقاليه باش ما يقعش تشفي باش نلقاو حلول باش الناس تصالح فيما بينها انا كي فكرت مليح قلت هذه في تجربه وانا نعرف القضيه هذيك اش تسوى ونعرف اللي الاختبار باش يدور ويرجع لفايدتي وهذا ما حصل منذ شهر اذا اش قاعد تعمل في العداله الانتقاليه بماذا اعترفت يا سي سليم شيبوب بماذا اعترفت انت المطلوب منك انك تعترف كتابيا بما اقترفته في حق الدوله بماذا اعترفت؟ أنا اعترفت بلا شيء؟ اعترفت كتابياً بلا شيء؟ في لحظة عاد باه؟ شوف سي أبو بكر حتى راهو قضاة التحقيق ما عاملونيش كما تعامل فيا أنت توا. حتى قضاة التحقيق لا في النبرة نتاعهم ولا في الأسئلة نتاعهم معناها لزولي للدرجة هذه، أنا مشيت للعدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية قالوا هاو معناها ال لي كونديسيون باش تدخل العدالة الانتقالية هذه ما موجودة في حتى دولة موجودة كان في تونس أنت تعرف اللي في العدالة الانتقالية أنا فقدت لا بريسكريبسيون السقوط بمرور الزمن أنا قبلت باش نفقده ثم عمليات عملهم في 93 و 94 نمشي قدام أي دائرة اتهام تسقطه لي بمرور الزمن أنا قبلت إيجي يا سيدي نفرشوا الأوراق عملت عمليات تراو فيهم خروقات تراو انا مستعد باش نخلص مستعد باش نفس هذا هو المبدا اللي دخلت به انت لم تخطئ نعم انت لم تخطئ ولم ترتكب اي جريمه في حق الدوله لا اذا على شنو اعتذرت؟ اعتذرت على كل ما صار في 23 سنه من تجاوزات وكان انا فيها التجاوزات هذه اللي ربما الحاجه اللي عملتها انا قبل في وقتي انا ما تكونش تجاوز لان اليوم ما يلزمناش نفكروا معناها في قانون وفي عداله المنتصرين انا تو ربحت ما لا اذا اللي كنت تعمل فيه انت الكل هذاك جرائم وباش تحاسبك عليها يلزمنا الحل الوسطي اي معناها انا متاكد اني انا بريء اي اما كمان هاني جيتك للعداله الانتقاليه نعم واثبت انت كان لا انا كنت أنا اجرمت في حق أنا الدوله والعداله الانتقاليه باش تثبت وانا مستعد انا مستعد تعدي انا 7 سنوات وتسعة سنوات ماشي جاي على القضاء لقيت اليه في بلادي تسمح لي باش نمشي عطيتك زوز نقاط النقطه الرابعه في الفصل 46 فقرة 2 من قانون العدالة الانتقالية هذاك كلهم عملتهم
هك انت تو تقول انا لم اذنب، انت قلت لم اذنب في حق الدوله وانا بريء. تو ناخذ قضايا اللي تراهم انت صالحين وتو نعترف اللي انا اذنبت فيهم وننتهيهم الجدل هذا. لا مش انا نسالك فيك انا اللي انا ماكش عندي انا هذا هو سيبو. اما الراي العام نحب نفهم كيفاش صار. انا فهمتك انا وفهمت الراي العام. كيفاش صار الاتفاق هذا؟ لازمك تبين الوقائع. انا بينت الوقائع كيفاش صار. التحيل لهنا ولا لا 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 اذا كان فما معنى معلش التحيل لا لا سامحني سي بوبكر نقول فيها مثال لا لا مانيش نقصد فيك يا سي بوبكر لازم كذا ما فما اقتراف جرما في عقد الدوله ولا يا سي بوبكر يا سيدي يا سيدي راني نحكي في المنطق في المنطق العام. اي منطق؟ انت مشيت للدوله قلت لها يا دوله يعني انا راني اذنبت في حقك. تتهمني بالتحيل لا لا ما تهمتكش لا لا عجب لا نحى نحى على جنبك. انت مشيت للدوله قلت لها يا دوله راني اقترف ذنب في حقك. لا مش هكا. ثم قضايا منشوره عند القضاء اخذناهم بطم طميمهم وهزيناهم للعدالة الانتقالية وقلت القضايا. كيفاش قبلتك العدالة الانتقالية دون أن تعترف بأنك كنت مذنبا وجئت للاعتراف حتى يتم الصلح؟ خي مش تصالح على شنو؟ على حاجة لم ترتكبها. طيب نحب نفهم راني بالمنطق. لا لا ماكش بتفهم سي بوبكر. قاعد نتكلم بالمنطق ماهيش قاعد نلوج ماهيش نحكي في الحيثيات نتاعك. قاعد نقرا في قانون العدالة الانتقالية الفصل 46 البروسيدور هذيك نتاع العداله الانتقاليه هذيك كلها قمت بها. اعترفت انك كنت مذنبا. اني كنت مذنبا وان كنت مذنب في اشياء اخرى فاني على اتم الاستعداد للاعتذار والتعويض واعتذرت. باه وحددت المبالغ بالتفصيل. لم احدد المبالغ ما زلنا ما عملناش جلسات صلحيه يا سي ابو بكر. ان شاء الله الاسبوع القادم وكان نلقاو حتى فرصه باش نستدعيو كي جا بحذانا الاسبوع القادم باش نبداو من الستة اللي جاوا في القائمة متاع طلبات المكلف العام لنزاعات الدولة الستة قضايا الأولى لأن لقيناهم أسهل حاجات هذوكم الستة الأولانيين الأسبوع القادم باش نفضوهم ومن بعد نتعداو للأشياء اللي هي أصعب. سي سليم أنا متأكد ولا خليها خشية ما نقولش متأكد سيدي أنا أخشى أنه مطلبك غير مستوفي الشروط. ما لا ما تخافش عليه وفيه خرق لقانون العداله الانتقالي. هاني ان شاء الله انا هاني اللي فهمته تو من كلامك. ان شاء الله استنتج ان شاء الله انا ان شاء الله انا غلط. استنتج الاستنتاج نتاعك انت استنتج انه مطلبك غير مستوفي الشروط بالواقع اللي طيب. قلت بما قلته طيب. الان فليكن موافق على موافق على موافق انه موافق على المطلب نتاعي موافق على الاستنتاج هذا اي موافق. انت اقترحت 11 مليار كتعويض أبداً. الدولة ابدا ايش اقترحت؟ مازلنا ما جلسناش يا حبيبي مازلنا ما جلسناش. علاش التسرع هذا؟ ملف ماذا؟ ها؟ ملف صعيب. اي صعيب صعيب لان العدالة الانتقالية كلات معناها على مشومتها من نهار الاولاني لليوم اللي انا نستغرب كيفاش البنية هذيك مازالت توافق واقف على ساقيها. ثم ناس ماهيش قابله. ثم ناس معناها تسعى باش التوانسه تتصالح فيما بينها وناس اخرين يضربوا في العداله الانتقاليه يوميا. جيت انا في العراضه هاني معاها، هاني مع العداله الانتقاليه مش باش نبدل ومانيش باش نسحب ملفي من العداله الانتقاليه. الدوله اليوم قدمت طلباتها تأييدا ودعما للعداله الانتقاليه. سالتش انت الدوله وين كنت؟ عامين كان يحسب في الامور نتاعك للقاء 1120 مليار. ومعناها عامين هو يحسب هذا ما حسبش الفوائد المحققه من الفلوس اللي انت خذيتهم وقعدت تدور فيهم راهو 1120 من نجم غير تعطيهم الفكره هذه سي ابو بكر يزيدوا يضيفوها مع ال 1125 مليار. وقال لك واذا كان يحسبوا الفلوس الصفقات خارج تونس ومالهم مع صفقات خارج لو كان يحسبوهم لا لا راهم طالبوا 5000 مليار تقريبا. معناها انا كي نخدم مع دوله اخرى يلزمني نخلص تونس زاده. هذا تحب تقول لي معناها انا لا عندي لا لا معناها لا لا انا عندي عقود في الخارج. عطيت رقم معناها انا عندي عقود في الخارج مع شركات اجنبيه في دول اخرى هذيك خدمتي انا تحب هذيك زاد نخلصوا عليها المكلف العام مش بالي عمل طلب معاهم انت تو كي نعمل واش نعمل حسب انا نتاع حسبه نتاع تجار بيع وشراء 1120 مليار معناها كي تتفقوا هكا تجي في 600 والدوله تقول لك لا نرضى بالفتات 600 700 مليار 500 مليار تقريبا يظهر لي هكاك الامور هكاك معناها نتاع نيغوسياسيون ف
في النيغوسياسيون في التفاوض سليم شيبوب نجم يدفعهم 500 مليار. الدولة ما عندهاش 500 مليار. عندها الدولة 500 مليار. عندهاش. كان جا عندي 500 مليار راهو الترجي بطل اوروبا اليوم. نعطيهم للترجي وينتهي اللعب. سليم شيبوب ضيفنا في خط احمر ومن بعد شويه ديبريف مع سفيان بن حميده قبل هذه فقره ما لا نعلم. ما لا نعلم سليم شيبوب وماذا بينا اجابات قصيره. عندنا معلومه انك في شهر اكتوبر الفارط تعديت على المحكمه الجناحيه في قضيه اتهمك فيها المرافق الشخصي لليلى طرابلسي ليلى بن علي بسبب تهديده بالقتل، صحيح هذا؟ محكمة الجنائية محكمة الجنائية دائرة الأولى محكمة الجنائية اتهمك أنك هددته بالقتل؟ نعم. المرافق الشخصي الحالي ولا المرافق الشخصي السابق؟ لا في 2002 2003 وقت اللي كنت في أزمة مع ال وقت اللي قبل بل الأزمة. هل فعلا أنه ليلى طرابلسي كانت وراء تدهور علاقتك مع بن علي في فترة من الفترات؟ معنا يمكن تسجيل صوتي فيه بعض الكلام اللي تقول وقت تحكي مع صخر الماتري وصفتك هي بالمرحوم وهو قال عليك ستانوم فيني، صحيح الكلام هذا؟ صحيح موجود تسجيل موجود. ما نعرفش شو سبب الخلاف وقتها. لا فائدة في ذكر الأفعال للتاريخ. هذا نجم يكون تاريخ لكن ماذا بيا ما يكونش على لسانيا. مش لأنك ما كنتش تحب تخدم مع عائلتها؟ نخدم شنو نخدم؟ وكنت تخدم ضد عائلتها هي؟ أنا الناس هذوما عمري ما ريتهم راهم. بالفعل كان بيهم عندي حتى صيله وعمري ما ريتهم من بعيد. ثم يقولوا لي راهو ذاك فلان وفلان ما عندناش قرابه لا لمشيولنا ولا مجيونا حتى تتكلم عليه. هي جات في عرس بنتي خمسه دقائق وفي 2010 هذيك اول مره ريتها. العركه عام 2003 على شنو عملها؟ 2003 لا فايده في ذكر الاشياء هذه. ما نشوفش اللي الحياه الشخصيه نتاع الناس يعني تتحط على بلاتوات التلفزه. هذه حياه نتاع تاريخ تونس مش حياه شخصيه. شوفوا المؤرخين انا ما احتفظ برايي في هذا الموضوع. من اللي تعرفت على عماد طرابلسي في الحبس؟ نعم. اول مره تقابلته؟ اي لا شفته مره في حفل في حمامات لكن تعرفت عليه في السجن في الايقاف. وحكيتوا مع بعضكم؟ اي حكيت معاه. اي قعد مده ما يخليوناش نتقاربوا على خاطر كنت انا يعني متشنج شويه وبعد هديت شويه تقابلنا. شنو معناها وضعيته شنو في الحبس؟ والله اكتشفت يعني للتاريخ اكتشفت انسان مثقف الى حد ما ماهوش أبله كما يقولوا الناس. المجتمع التونسي اختزل تصرفات العائلة كلها في شخصه هو، ولهذا السبب هو يقبع الآن في السجن وإن شاء الله ربي يفك أسره. هو قدم ملف على المصالحة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. معناها تعرف توا التجاوزات اللي صارت في الأول تو انسان مش كان هو تو. انا نذكر ولد المصب بن علي مازال كيتوفى نسيب الهادي جيلاني. يعني وقت اللي سقط النظام الناس هذه تتعامل وعندها تجاره وعاتيه صكوك يجمدوا لهم حساباتهم والصكوك يجي يعتبروها بدون رصيد ويدخلوهم للسجن. هاو علاش العداله الانتقاليه المفروض تاخرنا فيها؟ هذه لو كان جات عداله انتقاليه موجوده ما تقعش. ونعلمك اللي في القضية متاع مرحوم سفيان بن علي القضاء السويسري لأن المحامي متاعه أخذ الحكم اللي هو استشهد بالخلاص في الجلسة
المفروض اللي يجيب ما يفيد الخلاص في الجلسة يروح. هو جاب ما يفيد الخلاص وتم أزج به في السجن. خذا الحكم هذاك وترجمه وهزوا لسويسرا، وسويسرا أوقفت التعامل مع القضاء التونسي على الحكاية كي من هذه. تحب تقول أنتم ضحايا اليوم؟ أبداً، علاش تقولني في لا ضحايا معناها ضحايا الفترة ما بعد 2011. أنا ما نقولش، علاش نقول؟ أنا عمري ما بكيت في حياتي. جيت قلت لك أنا راني مظلوم، جيت قلت لك أنا راهو حطوني في السجن وعذبوني وكذا، مانيش بطل ومانيش شجاع، لكن ما قلتش أنا مظلوم. ماك شجاع؟ لا مانيش شجاع، علاش؟ دليل أنك فما حاجات ما تقولهم، يعني ما تحبش تقولهم. ها؟ فما حاجات ما حبيتش تقولهم حتى لتوا على اللي صار قبل تلتزم الصمت معناها. علاش الخيانة هي شجاعة؟ تعتبر خيانة أنك بدون شك. إذا أنا كنت عايش في فترة وكنت مطلع على أشياء تهم الدولة، إذا اليوم نجي نبيعها باش نرضيك أنت ولا باش نرضي غيرك، نسمى أنا خاين، وأنا ما نحبش الخيانة. تفضل أنك تكون ماكش شجاع على أنك خاين. هي ما نكونش خاين، هي نجم نكون مانيش شجاع، أما مانيش خاين. ما هي الصفة بتاع رجال الخيانة. دخلت المحامد مزالي لدى بن علي باش يدخل تونس؟ نعم. نعم دخلت سي محمد مزالي الله يرحمه. الله يرحمه. في 2000 كنت في فندق في الإمارات، قاعد أنا وشخص ومعنا السادة قساسي عطوقة. تعدى سي محمد مزالي. نعم. 2001 99. فمشاو هما سلموا عليه وأنا تحشمت. لما قالوا له راهو فلان قاعد معانا، هو جاني وانا مشيت له وسلمت عليه، انا نعرفه من قبل، وجاء حتى في عرسي عام 84 كان حاضر، وقال لي شفت انا وضعي هوني وكذا، ثماش امكانيه نتقابلوا غدوه؟ قلت له حاضر. من غدوه خذينا فطور صباح مع بعضنا، وقال لي راني انا نحب نروح لبلادي، وانا راني علاش يخافوا مني وانا ما عنديش مستقبل سياسي، انا أهم حاجة نروح لبلادي، وأنا ما اقترفت حتى ذنبه. بالفعل كي تشوف الحكم اللي على المرحوم محمد المزالي هو شهادة في نظافة اليد. أنا تحكم علي على 200 جرام كاكاوية و300 جرام فستق، وقت اللي الشيخ زايد جاء قدم عمل زيارة في تونس قبله في داره. إذا وعدته أنا شخصيا، قلت وأنت ورجع عن بعد بسبب التدخل نتاعك؟ لا، أنا وعدته وطرحت الموضوع على الرئيس وأبدأ استعداد، لكن ثم ناس كانوا في القصر عنده عليهم فضل كبير المرحوم محمد مزالي، هما اللي عارضوا. وقت اللي ولات القضية فيها توتر في الجلسات اللي حضرت فيهم أنا، خذا مكاني الأستاذ طهر بوسمة، كلفوا المرحوم محمد مزالي، كلف الأستاذ طاهر بوسمة، وواصل النقاش وواصل الحديث حتى لين رجع سي محمد مزالي لتونس، ورجع للجنة الأولمبية في تونس، ورجع يحضر في الاجتماعات اللجنة الأولمبية. باهي، أنت عايشت وعشت مع بن علي، كنت قريب منه معناها، حتى ولو ساعات عائلته تمشي له ويقولوا له زوجته أو كذا، وأسهار يقولوا سليم به وعليه وكذا، كان ديما كان فما تواصل بينك وبين بن علي رغم القطيعة مع بقية أفراد عائلتك. لا ما عندوش علاقة هذاك. كان ديما فما تواصل. بن علي كان يقوم أحيانا بتصرفات غير مفهومة. يعزل واحد الصباح يرجعه العشية، صحيح الكلام هذا؟ وقعت في زوز مناسبات. زوز مناسبات. في زوز مناسبات يعني ياخذ قراره هو وبعد تحت تأثير ربما العائلة وتحت تأثير من هو قريب في كل وقت هذاك يتراجع، ولا ربما تمت هنالك مغالطة، لكن وقع هذا في زوز مناسبات في سنواته الأخيرة. بن علي كان تحت الابتزاز في سنواته الأخيرة. تحت الابتزاز والله ما نجمش نقول لك تحت الابتزاز، لكن معنوي يعني ثم أطراف خذات حجم كبير في تسيير شؤون الدولة. شكون مثلا واحد من الأسماء اللي تم عزلهم ثم إعادتهم في نفس اليوم؟ أو عبد الوهاب عبد الله، محمد الغرياني،
هل صحيح أنه سيف الأسامي القذافي دخل بعلمك باش يراجع راشد الغنوشي لتونس عام 2001؟ صح، سيف الأسامي القذافي جال تونس، جال تونس، دخل تونس ورفقته أنا، ورفقته أنت، وطالب الرئيس بن علي باش يخفف على الإخوان، إخواننا إحنا، وثماش إخواننا بمعنى إخوتنا أو إخوان ما بمعنى لا إخواننا، ما هو إحنا النهضة منسوبة للإخوان المسلمين. فوالا أي فوالا تربي أنا تو فهمت أي أوكي أوكي، باش يبان إخوتنا معناها إلا هم إخواتنا مش لا إخواتنا معناها، أما استعملت كلمة الإخوان دونك تنظيم إخوان المسلمين أوكي. الإخوان قالوا معناها على الإخوان المسلمين وقالوا راهو إحنا وصلنا لحلول معاهم وثم شكون خرجناه من السجن وراو، ويبدو كانت عنده رسالة فهمتني وصلها. وبعد يعني فقدت أنا الاتصال مع الرئيس، ما نعرف شنو اللي صار فيما بعد. أنت في العشرية الأولى كنت تحاول بتعمل مصالحة بين بن علي والإسلاميين في العشرية الأولى من حكم بن علي؟ لا، كانش عندي دور، كانش عندي دور في هذا. ما كنتش تقترح أنهم ياخذوا تقريبا 20% من البرلمان؟ لا، كنت تقترح على بن علي؟ لا، لصالح الإسلاميين أنه قلت بن علي تصالح معهم ياخذوا 20% ويقعدوا تحتك؟ لا، مش ياخذوا 20%، الإسلاميين يعني بانوا في الصورة في الانتخابات الأولى وكان عندهم الوزن، لكن ما صارتش عملية بيع وشراها ونعطيكم وتقعدوا، لأن بعد هذاك بعد 89 وبعد ذاك اللي صار الميثاق الوطني وكذا، بعد لا بعد 89 تحكي اي 89 بعد 89 ايه؟ بعد انتخابات صارت الانتخابات صحيح. بعد 89 وقتها بانوا رسميا بان الوزن الوزن نتاع الاخوان، ولو احنا ما نعرفوش بالضبط، ما نعرفوش بالضبط شنو، لكن كانوا موجودين. حتى حد مسألني على رأيي نعطيه 10 نعطيه 5، يعني هذوما ناس اللي يسوى يسوى، ما تعطيه لا أقل لا أكثر. الصندوق كان ثم ناس قراب للنظام كانوا من دعاة الاعتراف بالنهضة بالاتجاه الإسلامي آنذاك، وثم ناس كانت ضد، وسرعان ما توترت الأمور ولا محاولة قتل الرئيس وعنف في الشارع وحرق، بعد الإمكانية متاع إيجاد حل وسطي بعدت. أنت ضد الإسلام السياسي؟ ضد الإسلام السياسي بدون شك. أنا أعتقد أن شيخ راشد أصبح ضد الإسلام السياسي وقال باش يفرق بين الدعوي. مش معناها ضد الإسلام السياسي. نعم؟ لا، تفريق بين الدعوي مش معناها ضد الإسلام. كيفاش؟ الدعوة يمشي في شيرة والسياسة تمشي في شيرة، بدون ما نعتمدوا على المسجد، وبدون ما نعتمدوا على الشريعة، وبدون ما نعتمدوا على وانت تصدقوا؟ أنا نصدقوا، علاش ما نصدقوش؟ ما ثم عامل الوقت، ثم عامل الوقت هو كفيل باش يوري حسن النية. خلينا نوريك شنو قلت انت. احنا ضد الإسلام السياسي، هذه من الإسلام السياسي راهو نهاية التوافق ونهاية المجتمع التونسي. رانا نجمو نوليو كي سوريا، نجمو نوليو كي العراق. وين الإسلام السياسي عطى نتائج؟ لو كان ثم تجربة إيجابية حول العالم خلينا نجربوها احنا. هذا كلامك. اي هذول مش متناقض مع اللي قلت. لا ما قلتش تناقض، لا لا. يعني التجارب نتاع الإسلام السياسي شفناها في صوماليا، شفناها في أفغانستان، فين آخر الإسلام السياسي؟ كلها تجارب موجود في السودان، موجود في السودان، كلها تجارب فاشلة. والمجتمع متاعنا موجود في تركيا، في تركيا يعني توجه والتمشي متاع أردوغان، في بالك هو اللي باش يعطي غدوة تطمينات للغرب؟ احنا راهو في بداية المرحلة متاع التغول متاع اردوغان والله يستروا برا. تدخلك للإسلاميين في الوقت هذاك
وفي علاقة بسيف القذافي وأيضا كلامك وموقفك مع بن علي في علاقة بالإسلاميين، هو عنده علاقة بأنه كان فما قريبك أحد أقربائك وهو عقيد في قضية أحداث براك، كان شارك في أحداث براك الساحل، صحيح هذا؟ صحيح. المسألة مش قناعة، هي مش قناعة، هي تأثر بسبب أنه تدخل لواحد من عائلتك هكا ولا؟ لا مش قناعة، ولا العملية بتاع براكة الساحل، راي عملية براكة الساحل حبة رديناها قبة. براكة الساحل اللي يقول مش موجودة نقوله موجودة، لكن مش بالحجم اللي صارت في محر. ثم نية للانقلاب؟ ثم ثم، لكن أنه أمتين ويو دونك مش حبة. لا حبة، لكن احنا راو محرقة صارت في ضباط الجيش التونسي في براكة الساحل، والعقيد هذا كان من أبرز الضباط اللي كانوا موجودين، وقضى 3 سنوات. ودخلت أنا مع ابن علي وقلت له راو السيد هذا مش معروف عليه، ولو قالوا ثم شبهات ولو كذا. على كل بعد 3 سنوات خرج بعدم سماع الدعوة، مثله كبقية عدد لباس به من الضباط اللي كانوا معاه، مشى في محرقة. سيم شيبوب، تقدر تقول لي كيفاش هزينا كوب دافريك 2004؟ كيفاش هزينا كوب دافريك 2004؟ انت كنت رئيس لجنة التنظيم. والله ثم تضافر أبار الكورة، أبار الكورة، نحي للكورة أيه. ونحي كيفاش هزيناها؟ لا هزيناها للتاريخ سي سيمشي. اي للتاريخ، ثم ناس وقفت باش ما يتعداش علينا غيرنا، أكثر من هذا لا. ولو أنا يعني كنت مبعد، وحتى في الحفل الافتتاح اللي نظمته أنا معناها منعوني من دخول المنصة الشرفية وكذا، لكن هذه بلادي، ثم ناس وقفت فهمتني مع المصلحة التونسية بعاد على المنتخب، لكن كانت عيون لا تنام حتى لا تقع خزعبلات فهمتني، وكانت تظافر بتاع جامعة، كان ثم مدرب كفو، كان ثم مجموعة من خيرة ما عملت المنتخب وخذينا البطولة بتاعنا. واحدة من نوادر سليم شيبوب، نوادر أي أنا كنت مغروم تقرأ في سياقة الطائرات أي في وقت من الأوقات، هذا يا سارمونت يظهر لي 96 أي وما زلت تعرفش سوق طيار الله. أما سوق الطيارة لهذا الترجي وقتها لمباراة في بوركينا فاسو، طلعت وسقت الطيارة، واللي احتز عليك وقتها تذكروا شكون؟ حمروني، عيادي الحمروني. كان خايف لأنه يخاف من لا هو ما يركبش في الطيارة بريسك عيادي الحمروني. أما كي خذيت أنا الطيارة، يعني الطيارة نوفالير مش تونيسير، فتلكوا معاه الملاعبية قالوا له يا عيادي إيجا ثم شكون يعيط لك؟ كي شاف الكابين فارغة وشافني أنا بياض، هذاك بالفجعة. بعد شوية وجه لوجه ضيفنا سليم شيبوب في خط أحمر.